طلاب الصف الاول الاعدادي، معاكم الاستاذ محمد سامي. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده في موضوع جديد من موضوعات النحو عندنا في المنهج بعنوان الضمائر. نبصوا مع بعض هنا على القطعه اللي موجوده عندنا. القطعه بتقول الناس تحترم المعلم في كل امه. طبعا النحو مشكلتنا الازليه، واول سؤال دايما بيقابلنا في اي قطعه بيكون سؤال الاعراب. الكلمه المكتوب تحتها خط هنا عندنا هي المعلم. علشان اعرف اي كلمه اهم حاجه عندي اني احدد نوع الجمله بتاعتها. هرجع خطوه كده هلاقي كلمه تحترم، يعني معنى كده ان الجمله دي جمله فعليه، يبقى انا هشتغل على اني هدور على فاعل، هدور على مفعول به. والله لو الكلمه دي هي اللي عملت الفعل تبقى فاعل، اما لو وقع عليها الفعل هتكون مفعول به. تعالوا نشوف كده بتقول ايه. الناس تحترم المعلم. مين اللي بيحترم؟ الناس. طب هما الناس موجودين هنا؟ لا خلاص خليهم في بالنا دلوقتي. طب هي الناس بتحترم مين؟ المعلم. يبقى المعلم هو اللي وقع عليه الفعل. بالظبط. يبقى هيكون اعرابها مفعول به، وطبعا احنا عارفين وحافظين ان المفعول بيكون دايما منصوب. بالظبط. ولان الكلمه دي مفرد فهيكون مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. الكلمه اللي بعد كده قال احد. مين اللي قال؟ احد. يعني مين اللي عمل الفعل؟ احد. اذا احد هتكون بالظبط فاعل، والفاعل بيكون دايما مرفوع، هيكون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام. ده بالنسبه للكلمه الثانيه اللي عندنا في الاغلب. الكلمه اللي بعدها هتكون المخترعه. نفس الفكره، هرجع خطوتين عشان اشوف نوع الجمله. هلاقي ان قبلها كلمه انتشر، وده فعل. هي ايه اللي انتشرت؟ مخترعات. يعني ايه اللي عمل الفعل؟ مخترعات. اذا هعرفها فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه. طيب مراجعه سريعه كده للموضوع اللي احنا سبق وخدناه مع بعض في منهج النحو، وهو همزه القطع والف الوصل. طبعا احنا عارفين وحافظين ان همزه القطع هدور في القطعه بتاعتي على اي همزه تكون مكتوبه، سواء الهمزه تكون موجوده من فوق او تكون موجوده من تحت او ممكن تكون مد. طيب هبدا ابص كده مع بعض. ادي كلمه امه بالظبط، ولانها اسم. وناخد كلمه احد كمان همزه قطع لانها اسم. وكلمه ايه كمان؟ طيب دي الكلمات اللي موجوده عندي فيها همزه القطع. وفي كمان كلمه انه طبعا لانها حرف. طب بالنسبه لالف الوصل، سهلوها على نفسكم ودوروا على اي كلمه بتبدا بالف ولام، ده هيسهل لكم الموضوع جدا. بالظبط زي كلمه الناس، زي كلمه المعلم، زي كلمه النور مثلا. كل الكلمات مخترعات، كل الكلمات ديت الهمزه بتاعتها هتكون نوعها همزه وصل او الف وصل. السؤال اللي بعد كده خبر وعدد. طيب خلينا مع بعض كده القطع ما نبعدهاش قوي عشان نبص فيها مع بعض. طيب الخبر يا شباب هو اللي بيكمل معنى الجمله. طيب علشان احدد الخبر اول حاجه لازم اشوف بدايات الجمل، علشان على اساسها هيكون عندي مبتدا، وبناء عليه المبتدا ده هيكون محتاج لحاجه تكمل لي معناه، هيبقى هو الخبر. كمل. نبدا نحدد كده مع بعض الاسماء اللي بتكون موجوده في البدايه. بدايه القطعه كلمه الناس دي اسم. نبص على بدايه القطعه وبعد الفواصل. هنا دي اسم؟ لا. طب دي اسم؟ لا. طيب دي اسم؟ لا. يبقى انا عندي مبتدا واحد بس موجود في القطعه وهو كلمه الناس. ثبتوها عندكم علشان تعرفوا الخبر بتاع اي مبتدا. اسالوا نفسكم بكلمه ماله. ايوه ماله، ماله الناس او مالهم الناس؟ بتحترم. هل بتحترم بس هي اللي كملت المعنى؟ لا. الجمله على بعضها بتاعت تحترم المعلم. طب هي دي جمله بدات بايه؟ بدات بفعل. بالظبط. يبقى ده هيبقى عندي خبر جمله فعليه. وطبعا لما هنعرفه مش هنقول على بعض خبر جمله فعليه، يعني بمعنى هعرف كلمه تحترم لوحدها وهعرف كلمه المعلم لوحدها، وبعدين هقول ان الجمله الفعليه دي كلها في محل رفع الخبر بتاع المبتدا. شوف السؤال اللي بعده. ضمير وصف الانواع او وصف الضمير. الضمير هي الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض. يمكن مش موجود قدامنا لكن ممكن نتكلم بشكل شفوي كده ونقول الضمائر عندي ليها ثلاث انواع. او خلينا نتكلم في النوعين الرئيسيين، وهي انها تكون ضمائر بارزه او ضمائر مستتره. الضمائر المستتره ممكن تكون حاجه من الاثنين، اما انها تكون منفصله ودي سبق وانتم خدتوها في ابتدائي، ان هي ممكن تكون ضمائر متكلم زي انا ونحن، ضمائر مخاطب لما هتكلم حد هتكون انت، انت، انتما، انتم، انتن،
وقد تكون ضمائر غائب. لما اتكلم عن حد مش موجود فهتقول هو، هي، هما، هم، هن. ده بالنسبه للضمائر المنفصله. الضمائر المنفصله ليها نوعين، قد تكون في محل رفع او ممكن تكون في محل نصب وجر. طب تعال نشوف مع بعض كده السؤال بتاعي بيقول ايه. ضمير واذكر نوعه. نرجع للقطعه بتاعتنا ونبدا نبص فيها مع بعض ونركز على الضمائر المنفصله اللي انا اتكلمت فيها. هنرى كده الناس تحترم المعلم في كل امه لانه مشعل النور، فقد قال احد الحكماء: من علمني حرفا صرت له محبا. ومهما انتشرت المخترعات الحديثه المساعده على التعلم فسوف يظل المعلم نفسه هو بالظبط. كلمه هو احنا لسه قايلينها من شويه انها بتكون ضمير منفصل ونوعه غائب. يبقى ادي اول سؤال عندي في او ادي الاجابه بالنسبه للسؤال بتاعي اللي هو ضمير واصله ونوعه، هنقول هو ونوعه هيكون ضمير بارز غائب. نكمل مع بعض شباب. احنا اتكلمنا وقلنا على الضمائر المنفصله، تعالوا نشوف بقى الضمائر المتصله. الضمائر المتصله عندي بتنقسم الى نوعين. اول حاجه ممكن تكون في محل رفع، ودي من جماعه في كلمه انه تنان او. يعني ايه تنان او؟ رمز ايه او ايه اختصاراتها؟ التاء هي تاء الفاعل والناء هي ناء الفاعلين، اما النون هي نون النسوه، والالف الف الاثنين، والواو واو الجماعه، والياء ياء المخاطبه المؤنث. طب تعالوا نشوف بتيجي ازاي. ناخد عندي مثال مثلا الفعل كتب. فعل مجرد من اي شيء وما يعبرش عن اي حاجه. لو اضفت ليه تاء الفاعل هيبقى اسمه كتبت. كتبت التاء دي هنا هتكون اعرابها فاعل. لما اقول لك مثلا كتبت الواجب، مين اللي كتب؟ هل الواجب هو اللي كتب؟ لا طبعا انا اللي كتبت. طب انا موجود؟ هل في اي حاجه بتعبر عني؟ التاء هي تاء الفاعل. طب ايه ناء التعليم ديت؟ بتعبر انه مش واحد اللي كتب، لا ازيد من واحد. فبدل ما هقول كتبت هقول كتبنا. كتبنا الواجب. طيب بالنسبه لنون النسوه، واضح من كلمه نسوه ان مش هعبر عن بنت واحده، هعبر عن كذا بنت. مثال مثلا كلمه الطالبات. فلو عايز اضيف نون النسوه الى كلمه كتب هقول الطالبات كتبنا. الطالبات كتبنا. وفي الحاله دي نون النسوه هتكون هي الفاعل. الف الاثنين، انا هنا بقى مش هتكلم عن النسوه ولا هتكلم على اكثر من اثنين، انا هتكلم عن اثنين بس. فلما هضيف الف الاثنين على الفعل كتب هيبقى اسمها كتب. كتب للدلاله على ان هما اثنين اللي عملوا الفعل. واو الجماعه اكثر من حد بس مش نسوه، مذكرين. فعشان كده لما هضيفها على الفعل كتب هيبقى اسمها كتبوا. كتبوا. اما لما سيادتك هتحب تخاطب بنت هتقول لها انت، ها اكتبي اكتبي. في الحاله دي اسمها ياء المخاطبه. الضمائر دي كلها سواء كان تاء الفاعل او الفاعلين او نون النسوه او الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه كلها هتعرف فعل. طبعا لو جيت اعرضتها فاعل على طول ده هيكون غلط. ان شاء الله السنه الجايه هيكون عندكم حاجه اسمها المعرب والمبني، بس ده ما يمنعش ان احنا نتكلم عنها ونفهمها دلوقتي. اي ضمير من الضمائر ديت لما تعربه ما تعربوش فاعل على طول، لا هو نوعه ايه؟ ضمير متصل، سميه ضمير متصل، والضمائر كلها مبنيه، يبقى هقول ضمير متصل مبني. احنا قلنا ان هي في محل ايه؟ رفع، اكتبها. يبقى هقول ضمير متصل مبني في محل رفع. اتفقت معاكم ان هم كلهم اعرابهم ايوه بالظبط، كلهم اعرابهم فاعل، يبقى هقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب تعالوا نشوف مع بعض النوع الثاني من انواع الضمائر، وهو الضمائر اللي بتكون عندي في محل نصب وجر. نقول مع بعض ونشوف الامثله بتاعتهم. هاء الغيبه، كاف الخطاب، ياء المتكلم، ناء المفعول. هاء الغيبه، كاف الخطاب، ياء المتكلم، ناء المفعول. طيب لو خدنا بالنا من الامثله بتاعتنا هنلاحظ ان في امثله فيها الهاء متصله بفعل ومتصله باسم. ايه الاختلاف؟ سمعت وقلت ان هي قد تكون في محل نصب او تكون في محل جر. هعرف ازاي؟ والله لو الفعل بتاعي او لو الضمير بتاعي متصل بفعل يبقى في محل نصب،
ان احنا اتكلمنا مع بعض من البدايه وقلنا ان الجمله الفعليه بيكون في حاجه اسمها مفعول به والمفعول بيكون منصوب، اما لو اتصلت باسم هتكون في المحل ده مضاف اليه. تعالوا نشوف كده مع بعض امثله. الكتاب اشتراه، الايه دي بتعود على مين؟ على الكتاب اللي هو وقع عليه الفعل، عشان كده قلنا ان هي هتكون في محل النصب. اما الهاء دي اتصلت باسم اللي هو كلمه اخلاق، عشان كده هنقول ان هي هتكون في محل جر مضاف اليه. قيس على كده بقيه الامثله، كلمتك، اخلاقك، ضربني، اخلاقي، ضربنا، اخلاقنا، اي ضمير من دول هيكون متصل بفعل هيكون في محل نصب مفعول به، اما لو اتصل باسم هيكون في محل جر مضاف اليه. وطبعا ممكن يتصل بحرف، والله لو كان حرف ناسخ هيكون في محل نصب الحرف الناسخ، زي مثلا اننا، ولو اتصل بحرف جر هيكون في محل جر اسم المجرور. بالظبط كده. اخر نوع عندي من انواع الضمائر هو النوع المستقل بذاته، وهو الضمائر المستتره. مستتره يعني ايه يا شباب؟ يعني مش موجوده. طب انا مش موجوده، لما يكون في حد مش موجود الواجب عليا ان اعمل فيه ايه؟ قال لك نقدره طبعا. وكذلك الضمير المستتر. ناخد مثال مثلا عندي بيقول المتفوق جاء اليوم. سيبك خالص من المتفوق لانها تعرب مبتدا. مين اللي جه؟ المتفوق. طب المتفوق موجود؟ موجود. لا، احنا قلنا ان هي هنا مستقله بذاتها ملهاش علاقه بالموضوع، لان الفاعل لازم يجي بعد الفعل. يبقى اللي جه المتفوق اللي مش موجود هقدره، هيبقى تقديره ايه؟ هو. وكذلك الجمله الثانيه، الام تهتم. مين اللي بتهتم؟ الام. موجوده؟ قلنا خليها لوحدها، يبقى مش موجوده، هقدرها وهيكون تقديرها هي. اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهارده، وان شاء الله نشوفكم مع بعض في يوم ثاني في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.